حيث أدى المستشار أحمد الزند اليوم اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي كوزير جديد للعدل، خلفا للمستشار محفوظ صابر الذي تقدم باستقالته على خلفية تصريحاته بعدم أحقية أبناء عمال النظافة في الالتحاق بالسلك القضائي، فيما سادت حالة من الارتياح في الوسط القضائي بعد إعلان تعيين الزند وزيرا للعدل. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي فلنتابع. بتاريخ قضائي طويل يتسلم المستشار أحمد الزند وزارة العدل خلفا للمستشار محفوظ صابر في ظل تحديات كبيرة تواجه الوسط القضائي أبرزها تهديد سلامة القضاء من جانب الإرهابيين. الزند الذي استطاع الصمود أمام هجوم بعض القضاة المحسوبين على الإخوان بعد ثورة يناير وفاز في انتخابات نادي القضاء عام 2012 دخل في معركة مع الإخوان بعد تولي رئيس الأسبق محمد مرسي الحكم. سياسة العداء التي اتبعها مرسي والإخوان ضد القضاء دفعتهم لمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومحاولة تمرير قانون يخفض سن القضاء، كما اعتدى على القضاء بتعيين نائب عام تابع للإخوان، وهي الممارسات التي تصدى لها الزند بحزم عبر أكثر من جمعية عمومية كانت تمثل صرخة في وجه تعسف الإخوان ضد القضاء، ما دفعهم لمحاولة اغتياله في نهاية 2012. صمود الزند أمام الإخوان جعله أحد قيادات ثورة 30 يونيو التي أطاحت بمرسي والإخوان، وظل بعدها الزند يمارس دوره في التحذير من إرهاب الإخوان وأي محاولة لهم للعودة إلى الساحة السياسية، وهو ما ينتظر أن يستمر فيه بعد توليه وزارة العدل.